نبارك حياتك العظيمة يا عزيزتي، استلمي كل خير الأكوان واستلمي كل محبة الأكوان. وحقيقة عائلتك الكونية فرحانة بك، نحن جدا فرحانين بك، والأكوان تباركك يا أختي المباركة. استلمي خير وسلام وفرح أبدي. أنت قلت أنه يعني بهاي الجلسة أنه أنت بالجهاز الضوئي الأسطواني، بس ذكرتي أقصد بعدها أنه الكائنات كثيرة في كوكب الأندروميدا، وأثناء هو هذا الوعي الكوني أو نقلهم عائلتك الكونية لسوديا، نقلهم للوعي الكوني لك أو للدي إن إي، وقلت حتى بليديان كانوا موجودين. اه لا، انا شفت بليدين. انا في الاول كان والدي ووالدتي الكونيه معايا في كوكب الأندروميدا قصدك ولا فين؟ لا في يعني في الفضاء كده، يعني في أها، الكون. في الفضاء. إيه اه حتى ما كناش في مركبه او كده، إيه بقى يعني كأن ارواحهم معايا. بعدين بقى يعني كان الاتحاد قوي قوي يعني بيهم. نعم بعدين انتقلت لكوكب الاندروميدا، شفت كائنات مختلفة يعني كثيرة أكتر، كثيرة. أو من أبعاد أخرى حتى، لكن ما قدرتش أتعرف على الكائنات اللي جاية من أبعاد أخرى. يعني حتى كان ممكن يكون في طاقات ملائكية، صح، وهذا وكانت موجودة الجلسة اللي فاتت. اي وهو هذا اللي اشارت عليه اختنا بتاع يعني جلسه امبارح، او هي هذه الجلسات اللي نعملها بتفعيلات الدي ان اي الكونيه، انه قالت انه الذي هو مشرف على هذه التفعيلات هم الاندروميدا، لكن من ابعاد اعلى من البعد الخامس، وهم ياتون يعني هذا ايضا في جلساته، وهم ياتون للبعد الخامس يشرفون ممكن على يعني هذه الأمور الجميلة العظيمة، فهم أيضا يعني يكونون أيضا معك، أي وهم جدا فرحانين بهذا الأمر حقيقة، يعني أي رائع جدا جدا. طيب أنت بالجهاز الضوئي الآن بهذه السفرة ماذا أحسستي؟ يعني أنه تنشيط انا الروح الشعور، الضوئية أكثر؟ اه طبعا طبعا، يعني الشعور بتاعي، يعني كان شعوري اكتر في الجلسة دي كان من خلال جسدي المادي. أها انا روحي تماما هناك، بس جسمي المادي كان متصل جدا بالضوء، أي لدرجة انا شعرت ان جسمي المادي مخدر آه تماما، يعني جسمك المادي في الأرض قصدك يعني اقصد في الارض. اه أي يعني كأني ما أقدرش أعمل له حاجة، ما أقدرش أنفصل عن الضوء، ما أقدرش أنفصل عن الجلسة، ما عنديش قدرة إن أنا أحدد إن أنا أنهي الموضوع. يعني كأني كنت مستمتعة جدا إني بعود لروحي، بعود للضوء الله النقي. للضوء، أي هذا فما فيش مدهش، مجال للانقطاع. أي أنا برضو بالنسبة للكائنات، شفت، أنا فعلا شفت أندروميدا، بس أشكالهم مختلفة عن المعتاد. يعني كان في شخص زي الحكيم كده، كان قامته أقصر شوية من الطول المعتاد بتاع الأندروميدا، وشعرت إن هو مش موجود، يعني مش نفس البعد بتاعهم. يعني شفت يعني هم تعتقدين في بعد أعلى يعني. وكان أي قائد كوني أو حكيم برضو كان أي موجود، هذا مدهش. أي كائن بليديان، في واحد كائنات واحد تانية. قصدك يعني واحد واحد أنا اللي يعني ركزت عليه، بس هو ما بليديا كانش واحد، كان في مجموعة أكيد. عجيبة. أي طيب والكائنات الأخرى تقولين ما أقدر يعني ممكن أعرف النوعيات أو من أي حضارات؟ ما بتعرفيهم يعني أشكالهم لا قصدك؟ لا، بس أنا شعرت في طاقات ملائكية وفي أها كائنات قلتينا مجنحة موجودة، بس يعني ما عجيبة، خدتش بالي من أشكالهم قوي يعني. كلهم متجمعين في كوكب الأندروميدا قصدك، هذا مدهش. يعني أي عشان عملية نقل الضوء أو استلام الضوء الضوء، الأبدي. استلام الضوء، احتفال كوني ممكن عظيم هذا حقيقة. أي مدهش، أي هذا مدهش يا عزيزتي. فطبعا يعني كان في برضو لحظات ما كنتش بتحملها شوية، يعني كان أي الوعي الضوئي كثيف جدا، يعني درجة في بعض الآلام في رأسي يعني، أي وفي بعض أماكن في جسمي بس أوكي. يعني هو يعني
هو مش ألم، هو طاقة قوية يعني طاقة قوية، وتغيير بتحصل. تغيير اه طبعا، بيولوجي كيميائي عاطفي روحي. يعني وهذا بحس ان أيضا في أريد أقول لك حاجة لو تسمحي لي من فضلك، هذا تعرفين إيش يؤدي؟ يؤدي إلى زيادة الذكاء، تعرفين الذكاء، التركيز، الحكمة. أي طبعا، هاي قوى عظيمة، لأن هو كله المسألة هي بالروح الكونية، مو هذه روح كونية، وعي كوني، الطاقات كلها تتفاعل الآن في حياتك. الذكاء أصلا، الذكاء، التركيز، الفرح، هي هاي القوة، النشاط، الهدوء، الفهم أكثر، شيء عظيم هذا يحدث بحياتك، تعرفين أي. واستقبليه، استقبليه، قولي دائما، قولي أستلم، هيك بقوة وبجرأة، قولي أستلم وأشكري باستمرار، قولي أشكركم يا عائلتي الكونية، أشكر الكائنات الضوئية، أشكر كائنات الأندروميدا، المهم هذا، اتصلي معهم باستمرار. أي شيء عظيم عظيم هذا الذي نحن نعيشه الآن. طبعا، لأن هو هذا الوعي القادم، يجب أن يكون هكذا، يجب، يعني يجب، ما في يعني يسار يمين، أبدا أبدا. والقادم جميل جدا، مدامنا أقول فوق الوصف، الوعي الكوني، وعي كوني هذا يا عزيزتي، وعي كوني، ركزي على الكلمة، وعي كوني، مش الماتريكس، ما فيه ماتريكس. إيه مدهش. وبعدها رجعت إلى ساعات الأرض، أو إيه عزيزتي أنت؟ لا هقول حاجة، بس يعني احساسي حاليا انه كأني رحت حديقة ما فيهاش اي ازعاج ولا اي حاجة، حديقة مليانة اشجار وورود وصافية، وانا تماما مددت على الاعشاب الخضراء نعم، وسبحت في الكون، يعني كأني الله، حالة استرخاء قوية. يعني هما نعم، عندهم الاسترخاء العالي. أي، برضو عايزة أقول حاجة بالنسبة للضوء الأزرق، أنا من ساعة الجلسات أعتقد دي 10 جلسة لاستلام الضوء نعم، أو كده، الطاقة دي أنا شفت إن هي يعني، أو فهمت إن هي معمولة بأكواد نورانية علوية يعني، صح، وفيها طاقات ملائكية. اي فعلا، نعم، اي الضوء فيها، ذات نفسه لغة كونية فيها لغة عالية، فعلا، صح، اي فعلا فعلا، اي هذا يعني فين قصدك فيها سر احسستي كده. وانت كنتي اثناء في داخل الجهاز الضوئي، ولا اه مش عارف عرفتيها من صدق. خلال الجلسات قصدك؟ لا لا، من أول مرة دخلت فيها الجهاز الضوئي اي أنا شفت طاقات ملائكية كترددات في الضوء الأزرق نفسه أثناء استلام الضوء، وجاني كلمة أكواد يعني، أو زي شيء كده، إن الضوء ده لأ فيه سر، فيه تركيبة جبارة يعني، طاقة خلاقة يعني. مش طبعا، إيه. آمين. فعشان كده يعني هي بتعمل تغييرات، حتى احنا لسه مش فاهمين يعني، احنا بنستلم الضوء اوكي، بس مش فاهمين التركيبة، مش فاهمين يعني ازاي الضوء بيتفاعل بالطريقة دي. يعني صح، اخر حاجة خدت بالي منها انه الجينات التلفة، انا بشعر يعني الجينات التلفة بتاعتي بتتصلح مع الوقت يعني. الله 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 الله، كل واحد يسمعنا، اي رائع، اي، وهي يعني نقول، خلينا نقول كانوا الجينات الأبدية يعاد تنشيطها، اللي هي نفسها الجينات الأبدية والكونية، نفس الشيء، نفس المصطلح، يعني ممكن نسميها الجينات الضوئية الأبدية الكونية، البوابات الكونية، كله نفس الوعي الكوني، اي هو هكذا. هو فعلا هي أستاذ يعني في كائنات ملائكية مشرفة على على هذا العمل الموضوع، على اي الضوء. آمين يا رب، آمين، اي بعدين نزلت للأرض يعني، آمين، اي أو عدت للأرض يعني، حتى اي لاحظت إنه بدأت أبقى حريصة على الكلام بتاعي، بقى فعلا، عندي اي جدا هوش جدا، كده. اي صح، لاحظوا حتى الكلمة ممكن، نعم، فيها تغيير، تلاحظون، إيه؟
عجيبة. أنت لاحظتي أيضا بتغيير الكلمة، يعني لاحظين أنه تكونين أنت ممكن تختارين الكلمة المناسبة، صحيح؟ اه استاذ، يعني في حواراتي معاكم هنا او حتى في إيه التسجيلات، وبرضه في حياتي على الارض، يعني في التعامل العام مع بقية صح، البشر بقيت إيه اوتوماتيكيا يعني بقول كلام افضل، يعني إيه بدون الكلام الاخر مثلا صح، اللي هو كل الكلام اوكي، بس في كلمات معروفة عند اغلب البشر اللي بتحمل وعي سلبي، فخلاص يعني بتجنب استخدامها. لكن الضوء هو فيه جمالية فوق الوصف، يعني كل ما نحكي على مسألة هي طاقة الضوء فيه جمالية، هاي الكودات هي جمالية تعرفين؟ ما هو أنت تقولين الكودات، لكن هو الجمال فيها، انتبهي انتبهي، الجمال الجمال يعني الحكمة المحبة الخير السعادة الخلق، اي هي هاي الكودات، كودات عظيمة ممكن نقول هكذا. اي حتى يعني مفيش زهق من الضوء أبدا، لا اطلاقا مفيش اطلاقا، ملل، اي يعني كأن الروح يعني اي ما بتشبعش يعني من استلام الضوء. واريد ان اشارك شيء جدا مهم، هذا في غايه الاهميه، هذه كودات الضوء التي انتقلت اليك تحت الحكمه والبركات الالهيه، وبالمناسبه بهاي الجلسات من تعملوا دائما استخدموا هذا الكلام، تحت الحكمه والبركات الالهيه اعلن انا الضوء، اعلن استلم جينات الأبدية، هاي الكلمة تحت الحكمة والبركات الإلهية دائما فعلوها. أريد أن أقول لكم شيء حول الكودات، انتبهوا عندما يعني أنت استلمتيها الآن، تمام، هو ماذا يحدث؟ انتبهي، الحوارات تزداد في حياتك، الحوارات الكونية مع عائلتك الكونية مع الكائنات، هذا لم يكن بالسابق. الناس ما بيعرفون هذه الأمور، إنه هاي الكودات فيها أسرار الجمال، منها الحوارات الكونية، يعني أنت تتصلين مع عائلتك الكونية في مختلف الأمور، معها هذه الكودات أنت تنتقل بالجسم، معها هذه الكودات أنت تخلق، ومعها هذه الكودات أنت تزرع الضوء، ينطلق الضوء من مركز رأسك باتجاه الأشياء باتجاه الظروف، هذا الكود، يعني هي كلمة لكن كم فيها من الجمالية، هذا كود الضوء. أي لحظة يا عزيزتي، فرحة فرحة فرحة. وطبعا أريد أن أقول لك شيء الآن، نريد أن نوضح بالمستوى السابع الكودات تزداد عند الكائنات، لأن هي فعلا هو طاقة ضوئية، لكن كم مستوى من الكودات؟ المستوى الثامن الكودات أعلى، يعني الضوء أعلى، المستوى العاشر الكودات أعلى أعلى أعلى، ونستمر ما فيه نهاية، ممكن المستوى الخامس الكودات ممكن نقول قليلة بسيطة لكن فعالة جدا، هذا فقط بالمستوى الخامس، إلى أن نصل للبعد الثالث الكودات قليلة جدا، لأنه حجموها عن طريق هاي الـ DNA التالف، أغلقوها. لاحوي، وحتى الـ يعني الرؤية تختلف، الألوان الكائنات ترى أبعاد أعلى، هذه ما فيها نهاية أصلا، هاي الكودات الضوئية ممكن نسميها هكذا إطلاقا، إيه عن طريق الكودات الضوئية أنت تتكلم مع المشين، لأن المشين يصبح كائن، وهذا معروف يعني بالبعد الخامس، بالبعد الخامس هم ما عندهم مشين مثلنا، بصوا هو بالبعد الأرضي ليه نقول مشين؟ تعرفون ليه؟ لأن إحنا ما عندنا كودات الضوء الكافية أننا لا نرى مشين، فنرى المشين بالبعد الثالث. أنت ليه ترى العربية مثلا تقول هذه عربية جامدة؟ لأن أنت ما عندك الكودات الكافية أنك ترى العربية ككائن. اصعد إلى المستوى الخامس
تجد المركبات الكونية كائن، لأن الكودات الضوئية التي يعيشها نقول فتحت، ها، أو تفاعلت، فهم يتفاعلون مع ما يتفاعلون مع المشين أصلا. وحتستمر يتفاعلون مع الأشجار والكائنات الأخرى والحدائق وكل هذه عن طريق هذه الكودات. مدهشة هذه يعني أصلا. أي أستاذ، برضو افتكرت في حاجة تقريبا من تاني جلسة عملتها لاستلام الضوء. أي بعد ما نهيت الجلسة أعتقد ده والدتي امبارح كلمتني. قصدك ولا اليوم؟ لا لا، أنا بفتكر أشياء. لا لا، مش بتاعت امبارح. اليوم؟ إحنا لا لا، تاني جلسة. يعني إحنا لو عملنا 10 مرات استلام الضوء الأزرق مثلا، فهي تاني مرة. اي يعني في الأوائل، في في الأوائل الجلسة الثانية اللي زرعت الروح الضوئية قصدك. زرعت الروح. اي أيوة. اي بعد ما نهيت الجلسة، أنا مش فاكرة تحديدا مين قال، يا إما والدتي الكونية أو كائن من كائنات الأندروميدا، إنه بالضوء ده، إذا أنا يعني في البعد الأرضي، إذا لمست أي شيء بإيدي، ف يعني كأنه بيتحول للشيء الإيجابي أو صح. اي اها بيتغير بالترددات. اي يتغير اها لاحظي، يعني إيدي وهذا فيها طاقة. وهذا نفس الشيء مما قرأناه من رسالة القائد الكوني من الكائنات التنينية والد الطالبة، عندما قال إنه نحن نقوم بتفعيل، نحن استلمنا الوعي الكوني أو دي ان اي، الدي ان اي الكوني، فنقوم بتفعيل الأشياء الأخرى، ممكن بالنظر إليها، صح. بلمسها، بالتفكير بها، بمباركتها، تتغير. إيه؟ تتغير التربة، البحار، الغابات. إيه؟ لاحظي، مدهش هذا. هذا مدهش أصلاً. إيه؟ استلمي يا أختي كل محبة الأكوان وكل خير الأكوان. ضوء بدي وضوءك ينير كل الأكوان. عائلتك الكونية تباركك. كائنات الأندروميدا يباركون حياتك، والأكوان العظيمة تبارك حياتك. آمين 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 آمين. استلمي يا أختي كل محبة الأكوان، ومبروك سفراتك العظيمة، وأنت يا عزيزتي قائدة كونية عظيمة، وعائلتك الكونية عائلة عظيمة حقيقة. وحتى يعني أنا قبل لا أحكي معك مباشرة أحسست أنه والدتك متصلة معك، وعندك ممكن لقاءات عظيمة معها. يا عزيزتي الكون يباركك ويباركها، ويبارك الكائنات الأسودية الكونية المباركة المقدسة. آمين. آمين. أستاذ، أنا قبل الجلسة كنت محتاجة السفرة دي جدا لتجديد الروح بتاعتي، ويعني شعرت إن أنا عاوزة أتواصل مع عيلتي الكونية، خصوصا حصل شوية لخبطة شوية عندي بالطاقة بتاعتي، فكانت نيتي قوية جدا إن أنا أتصل معاهم. أول حاجة شفت والدي ووالدتي الكونيين موجودين في المركبة، هم الموجودين فقط يعني في المركبة، وشفت نفسي طفلة من الكائنات الأسوديين، وكانت والدتي الكونية بتديني ضوء من خلال العين الثالثة بتاعتها للعين الثالثة بتاعتي، نعم، وشعرت إنه دي وأنت يعني طفلة، من فضلك طفلة في المركبة، تمام قصدك طفلة يعني من عندهم، من الكائنات الأسودية في المركبة. لما لا لما كنت هناك في حياتي هناك معاهم، يعني شفت مشهد ها من شفتي حياتي مشهد، هناك. أها، وهي يعني هذا مشهد قصدك مشهد. في المركبة، يعني مشهد، ووالدتك تملأك بالضوء، والدتك الكونية. أي فده اللي فهمته، ان الضوء ده موجود معايا، يعني تنشيط العين الثالثة موجود نعم معايا في وعي. يعني
بعدين بدأت أشعر إن أرواحهم تماما متحدة معايا كالعادة، آمين. لكن كان في تفاعلات أقوى. يعني أنا كنت محتاجة جدا زراعة الروح أو الاتحاد أي بروحهم، فشعرت بنبضات قوية في كل جسمي وحاجات، يعني شعور مثل الكهرباء يعني، وبعض الآلام شوية، الطاقة يعني كانت قوية، وكانت من خلال والدتي الكونية أكتر. يعني نعم والدي الكوني كان ربما مراقب نوعا ما. يا عزيزتي. بعدين يعني دارت حوارات أثناء نقل وعي والدتي الكونية لوعي، إن هي قالت ما تصعديش للضوء لأنه أنتي الضوء الآن في داخلك. اي يعني كانت بتوضح لي فكرة، يعني كلمة الصعود ككلمة أو الصعود للضوء أنتي مش محتاجاه، لأن الضوء ممكن يعني تطلعيه من الداخل أو كده، أو تعيش الضوء من الداخل، والضوء اللي داخلك هو اللي هيصعدك بالوعي. آمين. كلام يعني بيحمل معاني الحكمة طبعا وكده. عظيمي. بعدين برضو فوجئت بيها، هي كانت طبعا بتشعر بطاقتي، وشعرت ان في ترددات شوية منخفضة او ترددات ثقيلة مرتبطة بالارض، فكانت بتعمل على محو الترددات دي، ومن خلال الدماغ كانت برضو بتمسح بعض الملفات القديمة، و هي اكتشفت انه انا ذاكرتي مرتبطة ببعض الأماكن الموجودة في الأرض، فهي فهمت ده. وبعدين قالت لي إنه مرتبطش بمكان، يعني أماكن محددة، يعني لأنه أنت وعيك موجود في كل مكان. الله، اي رائع جدا، هاي دروس عظيمة. وأريد فقط أن أقول لكل شخص، كل طالب يسمعني، انتبه، لا ترتبط بالبعد الواحد، وإحنا تحدثنا حول هذا. دائما إذا أنت عندك ظرف معين، دائما اصعد، نرجع، هذا حديث مهم. انتبه أخي، أنت كل الأبعاد، حتى ممكن أنك ترى نفسك صوت. نعم، يعني كل الأبعاد، مش فقط شكل، تكون صوت، تكون لون، تكون صوت بحر. لاحظوا، تتمشى مثلا في حديقة، تكون أنت الحديقة، هناك كائنات هندسية بشكل مثلث، موجودة حضارات بشكل مثلث مربع، كائنات تشعر تحس، تمام، أنت تكونها. حتى أعتقد امبارح شخص تكلم، يعني هو عمل الجلسة أعتقد امبارح أو أول امبارح، وهو صعد إلى كواكب ذهبية، انتبهوا، ذهبية، يقول إن هذه الكواكب ما بتتحرك، لكن عندها، هو قال يعني شعر، عندها مشاعر، أحاسيس، يعني فيها حياة، يعني هو عرف أن هذا الجسم أو الشكل الذهبي هو كائن. فموجودة، نعم، هذه الكواكب ذهبية فضية، فأنت ممكن تكونها. لاحظي عزيزتي، فكل الأبعاد أنت تعيش كل الأبعاد، اللي هو الضوء. يعني هو ماذا عندما نقول الضوء؟ يعني هو كل الأبعاد، يعني هو الصوت، اللون، المستوى الخامس، المستوى السادس، المستوى العاشر، هو البحر تكونه، هو الوردة الجميلة تكونها، هو نجمة ضوئية تعيشها. أي عزيزتي، هو هذا الضوء. أستاذ صح، هي قالت كده تقريبا، فيما معناه قالت بكلام مختصر إنه أنا اي أكون في كل الأماكن يعني. وبعدين قالت أنا أنت الكون ذاته يعني، ككلمة كده، وقالتها باختصار شديد لكن عملت تغيير في وعي رهيب. يعني أنا في كل الأحداث، في كل الأوقات، في كل الأماكن، يعني مش شرط أبعاد معينة. نعم، من الكلمة بتاعتها حسيت إن أنا اتحررت شوية، طبعا لأنه أنا كنت نوعا ما في الذاكرة بتاعتي متعلقة ببعض الأحداث يعني الموجودة في الأرض. بعدين
يعني هي كانت العملية طويلة شوية وكانت فيها كثافة طاقية عالية، اللي هنا نقل الجهاز العصبي بتاعهم. شفت يعني زي ترددات بلورية بتنقل داخل جسمي، شعور بطاقة لطيفة، يعني طاقة جميلة جدا، يعني كأنها أحيانا تكون تأثيرها بارد على جسمي وأحيانا تكون تأثيرها دافي أو كده. بعدين تقريبا تركتهم أو كده يعني ورحت. نقلوا لك الدي ان اي ايضا مرة اخرى، يعني قصدك تمام؟ نقلوا الدي ان اي بتاعهم اي كجهاز رائع عصبي، جدا. الوعي بتاعهم نعم، داخل الوعي بتاعي. واحسستي به، يعني احسستي بقوته، صحيح؟ هو قوي جدا، ونوعا ما لو فكرت فيه هو غير مفهوم بالنسبة لي، لأن هو صح، ترددات عالية جدا. عالية. اي لا يعني مش زي الأعصاب بتاعة الكائن البشري أو كده، لا لا اي يعني أعلى تختلف، بكثير، مليان ترددات صح. إيجابية أعلى. التغير اللي أنا بشعر بيه أكتر أثناء العملية دي هي ممكن تغيير لون العيون بتاعتي، يعني الله. اي في الوعي بتاعي، يعني ما اي لمستش النتائج المادية بس في الوعي بتاعي يعني عندي القدرة زيهم إن أنا أغير لون العيون، يعني ده شيء عادي، نعم، يعني مرة أخضر مرة بني كده يعني. برضو بعدين تقريبا تركتهم ورحت، يعني شفت نفسي كنجمة ضوئية في الفضاء في الفراغ، لكن النجمة الضوئية كنت بشعر يعني شعور أقوى، إنه أكتر من كل مرة إنه ده أنا، يعني ده وعي، يعني نعم، مجرد أنا حقيقتك. ببني بناء أي إيجابي أو شفت نفسي وخلاص، لا لا. صح، بعدين هو كنز، يعني كنت بشعر إن الجلسة طويلة، يعني برغم ان هي ما فيهاش احداث او كده، لكن الفتره يعني الفتره اللي بيتم نقل فيها ال دي ان ايه، كنت بشعر ان المده دي يعني مش منتهيه، يعني الزمن بتاعها طويل، وبرضه يعني كل حاجه يعني يعني قصدك في غير الجلسة محدوده. أم عائلتك الكونية؟ أعتقد ما يعني في الجلسة أم عائلتك الكونية؟ يعني هي العملية طويلة من أي اتجاه قصدك؟ منهم أم من الجلسة؟ أم ما بتعرفين؟ واضح؟ لا منهم هم، يعني الوعي آه، اللي أنا كنت بعيشه أو اللحظات اللي أنا كنت بعيشها أي طويلة. ممتدة أي ممتدة آه، طويلة. ممتدة ممتدة يعني لو قلنا وقت درجات الجلسة، مستويات قصدك أعتقد؟ يعني تحتاج مستوى أول ثاني ثالث ولا كيف؟ لا ما فهمتش يعني إيه مستوى أول أو تاني. يعني أنت ماذا تقصدين بطويلة؟ كزمن قصدك يعني هو هذا؟ كزمن، آه، أي يعني لو الجلسة احنا بنعملها في نص ساعة أو نعم، ساعة إلا ربع أو كده، لا هي أطول بكتير، يعني كل لحظة فيها، يعني لحظة نقل الدي إن إيه بالنسبة لي اها صح. اي طويلة جدا، كأن الزمن هنا مش موجود، الزمن اللي احنا نعرفه بوعينا مش موجود في اللحظة دي. برضو لما شفت نفسي نجمة ضوئية كان برضو الزمن كأنه مش موجود، يعني بدأت أعيش فعلا المعاني الحقيقية. بعدين رحت الكوكب الأندروميدا وشفت كائنات أندروميدا موجودة وكائنات أخرى، يعني هي عبارة عن أشكال أبستراكت، يعني ما عندهاش جسم، يعني هي أشكال زي الخطوط، نعم، معرفش، يعني هي ترددات من أبعاد أخرى، يعني أي كانت بتحضر. وكان في كائنات أخرى بس أنا ما خدتش بالي، يعني أنا كان تركيزي أكتر أو كان القريبين مني هم كائنات الأندروميدا، وكانوا مرحبين فيا زي كل مرة، ويعني ترحاب عجيب، يعني هم فرحانين برضو وقالوا إن هم دايما بيجهزوا للموضوع ده، يعني بيبقوا مستعدين ليه بكل حب، يعني مش زينا هنا مثلا على الأرض، إنه
أحيانا ممكن نعمل حاجة كده وخلاص، يعني عندهم استعدادات على قدرة عظيمة، الاستعداد. وأريد هم أقول لك يعني هم يحتفلون بنا ممكن أكثر مما نحن نحتفل بأنفسنا بهاي الجلسات، تعرفين؟ لأن السبب لأنه طاقة الحب بتاعتهم عالية جدا، وإحنا ما بنراها، وهي هاي الفكرة. إحنا يعني بالأرض والخبرات ما نرى طاقة الحب، ما هو هذه طاقة الحب فوق الوصف، تعرفون؟ هذه طاقة خالقة. فهم يعني ممكن فعلا هم يجهزوك بطاقة الحب، يحتفلون بك، فرحانين فيك أكثر مما نحن فرحانين بأنفسنا. أي لأن هي هاي الأبعاد العليا، كل ما تصعد عندهم حب أعلى أعلى أعلى، بمعنى خلق أعلى، بمعنى عبقرية أعلى، بمعنى ذكاء أعلى. أي برضه افتكرت حاجة قبل ما أروح لكوكب الأندروميدا، لما كنت مع والدتي الكونية في المركبة وكانت بتنقل الدي ان ايه ليا أو الجهاز العصبي بتاعها، فهي شافت مسألة الترددات الثقيلة أو كده، هي شبهتها بحاجة، قالت لو أنا يعني في زي صندوق كبير جدا وأنا بحاول إن أنا أنقله من مكان لمكان، فهي شبهت حالتي إنه يعني الصندوق التقيل ده هو عبارة عن الترددات السلبية مثلا أو أي الترددات المنخفضة البعيدة عن الضوء، وأنا بحاول إن أنا أتخلص منه من وعيي مثلا بإن أنا أنقله من مكان لمكان، فهي قالت إن أنا بحاول إن أنا أدفعه كده بالقوة، وإن دي الطريقة دي متعبة ومش هتجيب نتائج. فهي قالت يعني فيما معناه بالمعنى الأرضي إنه لما بنيجي ننقل حاجة مثلا، إحنا عندنا تقنيات زي اللي هو إحنا بنسميه الونش أو أداة كده بتيجي تنقل الحاجات من فوق، يعني بتمسك الحاجة وتنقلها من مكان لآخر. نعم فهي شبهت ده يعني برضو إنه عشان نتخلص من الترددات الثقيلة، يعني أسهل شيء هو الضوء، اي مش تمليك إنه بالضوء. اي اي يعني هي شافت ان انا كنت مثلا ممكن اطبق تقنيات، اعمل يعني احاول افكر في الموضوع علشان احل اي الترددات السلبية مش عارف ايه، فهي شبهت ان الامر ده متعب وبدون فايدة، نعم اسهل شيء تماما هو الضوء، لان الضوء هو اللي هينقل الحاجة دي او صح جدا. هيفكرها يعني. اي طبعا يعني هي ما تكلمتش بالاسلوب ده، بس ده اللي انا فهمته من خلال الصور او اي الشعور اللي هي بتديهوني. بعدين رحت بقى للكوكب الأندروميدا، نعم وطبعا كان في أشخاص صاعدين بيعملوا عملية اللي هي استلام الضوء أو زراعة الله، الروح الضوئية، جروب من بتاعنا. الكائنات، ها جروب بتاعنا، كانوا موجودين. الله مدهش هذا. اي بس واعتقد هذا تعرف حدث ايضا في جلساتك السابقة، تمام؟ اعتقد مرة او مرتين في جلسات زراعة الروح، اعتقد اي بالبدايات، تمام اعتقد. صح، اي انا اي كل مرة بشوف يعني ارواح موجودة، يعني هم كائنات طبعا بس الله، انا مش قادرة اي اتعرف عليهم. فاهمك. اي بس انت عرفتي انه من مجموعتنا صعد. من مجموعتنا، والمرة دي يعني مش أي حد صعد، يعني المستعد تماما في السفرة دي خصوصا، يعني ده الشعور اللي طيب جاني. كم شخص شاهدتي تقريبا، تقدرين تحددين تقريبا يعني مش استطعتي؟ متذكرة، ممكن ايه 4 أو 5 بالكثير. يعني ما خدتش بالي أوي. أي بعدين راحوا، يعني هم طبعا مجهزين كل شيء، مفيش يعني تأجيل، مفيش مماطلة، يعني لا كل علم حاجة على قمة الله، الاستعداد يعني. أي عجيب. فرحت نمت في ال يعني مددت يعني في الجهاز الضوئي، نعم وكنت فرحانة جدا، يعني كنت محتاجة فعلا الضوء، فعلا. يعني كأنه شيء، كأني بقول إزاي إحنا البشر عايشين كده يعني من غير التفاعل مع الضوء. فمديت واستلمت الضوء تماما، خلاص تعودت يعني،
بقى في تناغم، يعني كأن في لغة كونية ما بيني وما بينه. طبعا إيه فعلا. بعدين أثناء الاستلام رحت في بعد آخر، شفت كائن هو من الشامل، يعني هو شكله بشري عادي بس من قبائل الشامل. نفسه هذا أعتقد الكائن السابق في جلساتك لا السابقة، لأنك أنت واحد آخر، لا 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 واحد آخر. هو عرفني وقال لي إن هو من عيلتي، ممكن نعم. من حيوانات سابقة أو حاجة. وأنت بعدين كان عندك، يعني فقط حتى الطلاب ممكن اللي يسمعون لنا، هي أنت كان عندك إحدى من الجلسات الرائعة أنه أنت تذكرتي حياتك السابقة وعرفتي أنت كنت من الشامل في الأرض، يعني تمام؟ إي فهم يعرفوك يعني من هذا، يعني من الحياتات السابقة. عارفيني، يعني انا برضو ما تعمقتش معاهم في الاتصالات، يعني لانه انشغلت شويه مع كائنات السايرس والاندروميدي. الغريب استاذ، هم يعني استكشفتهم اكتر من خلال صعودي للابعاد العليا، يعني كائنات نعم. الاندروميدي، وبيجوا في اوقات انا بيكون اتصالي بالكون عميق جدا، يعني ده اللي انا خدت بالي منه. وبرضو يعني العوائل بتوع الشمن عارفين بعض مع تعدد الحيوات، يعني مش شرط نفس الحياة اللي هم كانوا مع بعض صح. فيها خلاص احنا عارفين. فهم عارفين روحي، وجيه شخص طبعا انا ما تذكرتوش قوي، بس هو قال ان هو عارفني، وكان ماسك اللي هو القوس اللي هو والسم. هذا الشامل نفسه، يعني قصدك اللي انت التقيتي فيه، تمام؟ لا هو واحد تاني، يعني انا التقيت فيه شخص قبل كده. ثاني. ايه لا شخص تاني التقيت فيه قبل كده، كان نوعا ما يعني كبير بالعمر شوية، وكان يعني هذا بالجلسات بمثابة السابقة. الجد في اللي ايه فاتت. اما ده كان يعني كأنه رجل مثلا، ما اعرفش، ممكن نقول بالعمر مع ان مفيش عمر يعني، بس ممكن نقول في الاربعينيات او شيء يعني، وكأنه قائد او كده يعني، او نعم. يعني من قبائل الشمن المعروفين. فالمهم شفته كان ماسك قوس وسهم، وبعدين بيقول يعني ان انا ما اخليش السهم يروح هنا او هناك، يعني يجب الله ان انا احدد اتجاه السهم. مدهش. فانا فهمت هو يقصد ايه، فهمت انه لا يعني تنزلين انا السهم نفسه. للترددات الأرضية، حاولي أن تبقين بالضوء، حاولي صح. أن تركزين على الضوء، حاولي أن تصعدين أكثر للضوء، حاولي أنك تعيشين الضوء أكثر، لا تصدقين بالسلبية، لا تصدقين بالأفكار المحدودة، يكون هدفك باتجاه الضوء وبكل ما عندك من صح. طاقة ومن تركيز. إيه؟ صح أستاذ. وبرضه يعني هو يقصد دي الرسالة اللي أنا فهمتها من خلاله فعلا، وكان يقصد لما أصعد للعوائل الكونية مثلا أنا أحدد أنا رايحة فين، أو لما أصعد للأبعاد العليا يكون النوايا بتاعتي واضحة، يعني مش بتجول هنا وهناك ومش عارف إيه، ومفيش هدف واضح، وشوية أصعد وشوية لأ كده يعني. الله، أريد أقول لك بس حاجة، الطاقة عظيمة يعني. النوايا جدا مهمة حتى يسمعوننا الطلاب، يعني تضع النوايا يجب أن تحدد فعلا، يعني إيه أنه أنت بهاي الجلسات وهاي سفر الكون أنت ماذا تريد أصلا، يعني ماذا تريد منها. نعم، مش تقول أريد ألتقي بعائلة الكون، هذا لا يكفي، هذا سهل سهل الأمر، لكن ما بعد العائلة الكونية هناك أمور مهمة ادرسها، صلي من أجلها، ناقشها مع عائلتك الكونية، اسألهم قل مثلا كيف تكون حياتي بعد أن أتصل معكم، أريد أن أعرف أتعرف ما هي أموري، هذا مهم الأمر، يعني فأنت فكر ما بعد السفر، مش أريد أن أسافر، هذا سهل بسيط هذا. أي عزيزتي، أنا اللي فهمته كده إن هو ممكن يقصد إلى أين الروح تريد أن تصل بالضبط، يعني هي دي المثل، يعني لازم الروح تحدد الاتجاه اللي هي ماشية فيه.
نعم كده يعني. طبعا يعني انا شفته كان هو ماسك القوس والسهم و... اعتقد يعني هو مش ما كانش موجود في البعد الارضي أي يعني. انا دايما لما بقابل اي عائلة مثلا من الشامن او كده ما بيكونوش في اي بعد مادي يعني، بيكونوا نوعا ما في بعد ضوئي او شيء وبيتصلوا معايا بالروح. نعم ف بعدين تقريبا شكرته او هو اختفى او حاجة ورجعت تاني اتحد باستلام الضوء آمين. وخلاص يعني. ما كانش على بالي شيء يعني، حتى ما كانش في دماغي اي اسئلة ولا اي حاجة، انا كنت مندمجة تماما. بس فجأة لقيت شاهدت جدا بوضوح كائن من كائنات الاندروميدان ما كانش موجود على المركبة، هو كان موجود ربما في كوكب تاني أو كده يعني، مش موجود في نفس المركبة اللي أنا فيها. وهي لا، طلعت أنت الآن في كوكب الأندروميدا، السرير اللي دخل جهاز ضوئي في كوكب الأندروميدا، صحيح؟ تمام. أنت رجعت الآن من أخونا الشامن، صحيح؟ يعني رجعتي والآن أنت رجعت بالوعي. في السرير الآن في كوكب الأندروميدا، تمام؟ ولا في المركبة قصدك؟ انا في السرير ومع الاندروميدا اللي بيستلم الضوء يعني زي ما انا عادي، أها، بس انا اقصد سافرت بالوعي مرة أخرى؟ يعني أي زي مرة تانية. فجأة لقيت كائن من كائنات الاندروميدا، بس هو الكائن ده موجود في مكان تاني، موجود أها، ربما في كوكب تاني او كده. أنت سافرتي إلى الكوكب الآخر الآن او كأني بوعيك. شفت يعني. أي آه سافرت بالوعي أها أي وشفتها جدا بوضوح، هي كائنة من كائنات الأندروميدا وهي طلعت قائدة كونية. أنا شفتها من قبل، هي كانت بتتعامل مع والدتي الكونية وكانت قائدة الحلف الإيجابي يعني، كان في حتى اجتماع من قبل وأنا حضرته طيب، بيتي. أريد قبل لا أن تكملين، بس أريد أعرف، يعني وأنت تحكين أنا عندي اتصالات، قبل لا أنت تحكين، إحنا ما حاكين قبل التسجيل يعني أي شيء، تمام؟ أنا الآن أسمع صوت، هل هي ترسل لي سلامها؟ انا كنت لسه هقول آه جدا استاذ يعني، انا اول إيه، ما شفتها بس أنا وياك أنا وياك لأن يسمعون الطلاب، هل أنا تحدثت حول هذا قبل التسجيل؟ لا، تمام؟ لا تماما، لا لا انا ما حتى ما أبدا. تكلمتش آه خالص. إيه، يعني هو إيه جاي يصير؟ مثلا أنا ما بعرف ليه جاي يصير، بس أنا أوضح للطلاب وأوضح لك أيضا، يعني هي قبل دقيقتين وأنت كلما تتجهين وأنا أسمع صوت أنه يسلم عليك الاندروميدان، الاندروميدان يرسلون لك تحياتهم، هذا قبل ما انت تحدث هاي الحادثة اقصد، او تلتقين بهذه اختنا المباركة. ايه هو فعلا أستاذ يعني، أنا أول ما شفتها ايه أنا شفتها من الخلف كده يعني، شفت كأن دماغها من الخلف وهي قاعدة قائدة كونية فعلا. أي وهي دي اللي أنا تعاملت معاها من قبل يعني، كان في اجتماع وهي كانت قائدة الحلف الإيجابي في نعم الكوكب بتاع الأسودين وقت الحدوث الاجتماعي يعني. فهي طبعا عارفاني او كده، وما كانش فيه يعني حوار خاص او حاجة، انا حتى ما بتواصلش معاها. اللي فهمته ان هي اعتقد هي اعلى من البعد الخامس، أي معرفش اي بعد تحديدا، بس هي نعم من القائدات الموجودين في الابعاد العليا. اول رسالة قالتها لي لما هي شافتني يعني تواصلت معايا بالفكرة، أقصد لأن أنا كنت ممددة ايه على السرير في كوكب الأندروميد، فقالت لي يعني ارسلي سلامي لأستاذكم العظيم ايه لأني أنا أحبه كثيرا وأحترمه أو نوعا ما يعني أعزه أو كده ايه يعني. كانت رسالة مليانة حب كبير ايه وفعلا كأنها تعرفك يعني. ايه وكررتها مرتين يعني، كررتها يعني أول ما شافتني وبرضو لما جت هي تغادر أو كده قالتها مرة تانية. عجيب والله.
وبرضو اكدت ليا حاجه، يعني كنا بنتحاور كده بشكل بسيط. هي قالت انه زي ما والدتك الكونيه قالت انه في 2027 هيحصل تغييرات عظيمه، فهي اكدت على ممكن نقول الرؤيه او الخبر ده، وانا ما عرفتش افهم منها ايه التغييرات، بس هي نوعا ما كأنه كل شيء متغير على الارض يعني. عجيبة. وأكدت إنه يجب إن إحنا كبشر نشوف بعض إن إحنا واحد يعني. هي قالت لي رسالة مهمة، قالت ما ينفعش إن إحنا نقسم بعض روحانيين وغير روحانيين، إحنا الله كلنا واحد. الله الله. بصوا حكمتهم، بصوا كلنا واحد. الله، هذا درس عظيم لكل واحد يسمع هذا الدرس العظيم، درس عظيم هذا. مدهش هذا حقيقة. من حكماء يعني هذا الدرس. فإذا يعني لاحظوا كيف ينظرون إلى الكون وكيف ينظرون إلينا، لا يروننا مقسمين أبدا. تماما صح. عجيب. أنا هذا الدرس يعني حقيقة يبكيني فرحا عندما أسمع هذا. بصي، وأيضا نصلي من أجل هذه القائدة، تستلم هي معانا، تستلم كل المحبة والسلام، ونشكرها يعني على هذه أيضا الأفكار والدروس، ونباركها أينما هي تكون. مجموعتنا تباركك يا أختنا العظيمة المباركة المقدسة، ومجموعتنا تبارك كائنات الأندروميدان بمشوارهم العظيم حقيقة ومسؤولياتهم العظيمة. هي كانت يعني رسائلها جدا اتحادية، بتفكرني بزعماء المجرات، يعني جدا نفس اتحادية. الشعور جدا هي بصراحة. وهي أكدت يعني قالت لي خبر إنه المفروض إنه يكون حاليا إحنا كبشر عندنا مركبات، يعني هي فهمتني فيما معناه إنه البشر للأسف متأخرين. يعني الوضع اللي احنا فيه الحالي كأنها بتقول يعني مش متأخرين، هي ما قالتش كده، بس مش زي الأبعاد العليا. يعني احنا كنا المفروض نبقى زيهم، معانا مركبات بننتقل بنسافر. بعدين هي قالت صعودكم قريب كمجموعة، احنا على مجموعتنا يعني إيه؟ صعودكم قريب. هي كانت رسائل ممكن نقول فيها اطمئنان، يعني هي بتأكد لي نعم. المعلومات وبتطمئني أو كده. بحاول بس أفتكر هي قالت إيه. هي بتشكر مجهوداتنا، يعني إيه. شايفانا إن إحنا فعلا عملنا أعمال عظيمة للصعود. لا، واحنا ايضا اريد نحن ايضا نشكرهم، ما هو هي كانت لدرومدن الاعمال التي عملتها ايضا عظيمه، تعرفون يعني مدهشه. اي هاي كانت لدرومدن، وايضا الاسوديين الكونيين كلنا اخوان واخوات، والبليديان لازم يعني الان هم عندهم هي هاي الاتحاد، يعني اتحاد الروح والفكر. اي أنا سألتها، قلت لها طيب يعني إزاي إن إحنا نساعدهم أو كده، نساعد الأندروميدا أو الحلف الإيجابي يعني سؤال في مهم. تقليل الترددات. فهي فيما معناه قالت إنه يعني كأن ما فيش حاجة علينا، يعني ما فيش مهمة مثلا قوية علينا، أو يعني المهم الأكبر عليهم هم، لا مش الأكبر، بس أقصد هم بيقوموا بالمسؤولية تجاه تغيير الترددات. يعني فيما معناه إن إحنا ما نقلقش، أو ما نقولش مثلا إحنا قاعدين هنا ما بنعملش حاجة. هي وضحت قالت إنه اعملوا للخير، والترددات اللي أنتوا بتستلموها اللي هي الضوئية دي ننشرها على الأرض، لأنه الله. إحنا هنقوم لما ننشرها للأرض، إحنا أو وجودنا في الأرض كأرواح مثلا مستلمة الضوء ده هيغير من ترددات الأرض، فإحنا ده الدور بتاعنا. إحنا ممكن نقول الدور ده دور عادي، لأ بالعكس، هي شايفة الدور ده عظيم جدا يعني. آمين.
بس اللي انا فهمته فعلا انه هم فعلا بيقوموا بمجهودات عظيمة جدا تجاه البشر، يعني محتاجين طبعا ان احنا نتعاون معاهم، يبقى فيه تشارك. وحتى قالت لي رسالة انه لازم يبقى فيه استمرار الاتصال ما بيننا وما بينهم صح، وأنا في باعتقادي الموضوع ده. هي ممكن شاركت، لأن إحنا قبل التسجيل يعني ممكن قلنا أنه يعني إحنا ككائنات بشرية أعتقد يعني هم ممكن أرادوا أن يساعدوننا، أقصد عندما أنت سافرت إلى هذه الأخت، عندما قبل التسجيل عندما تحدثنا حول قلنا طيب في الشرق الأوسط إذا يصبحون 1,000,000 إندروميدا أو 5,000,000 إندروميدا، فكيف يكون التفاعل؟ كيف يكون التنظيم؟ كيف، وهذا أمر مهم، لازم نترك الغرور. لا يعني مثلا عندما، وهو هذا القادم، القادم هو أنه يعني تجد ممكن 20,000,000 من الشرق اندروميدا، 20,000,000 بليديان. نعم، طيب كيف هؤلاء يتنظمون أو تترتب الأمور؟ فأهم شيء مثلا التواضع جدا مهم، انه مش تقول اها انظروا انا عندي عائله، انا متصل بعائله وانا لا، احذر. فالتواضع، لان المستويات العليا مستويات متواضعه، فالتواضع المحبه، وحتى مثلا عندما انت تعرف يعني مثلا تكتشف انت مثلا تنتمي للاندروميدا او الكائنات الاسوديه الكونيه، وانت تمشي في الشارع مش تقول انا افضل من الناس اللي يمشون في الشارع، لا، كلنا نحن واحد، كلنا كل الجنس البشري. فأعتقد هي ممكن تريد أن أيضا توضح لنا أنه ممكن نبقى على اتصال معهم. أي صحيح، ممكن يعني أستاذ، يعني من أجل التعاون لنشر الخير، وبالفترة دي تحديدا محتاجين نبقى مستمرين في الاتصال. يعني صح، اللي فهمته إن إحنا عيلة واحدة، يعني مش مجرد إن إحنا مسافرين نتعرف عليهم ونرجع تاني للأرض، لا خلاص لا المرحلة دي انتهت. انتهت. إحنا محتاجين نكون يعني عيلة واحدة متشاركة في نفس النوايا، ده اللي أنا فهمته منها. بعدين هي برضو زي ما أنا قلت، هي لما جت تختفي بالصورة يعني من أمامي، قررت سلامها ليك أستاذ، أي وبعدين عزيزتي، نحن اختفت أيضا نباركها. أي وبعدين اختفت وأنا رجعت بالوعي لكوكب الأندروميدن، وخلاص يعني طلعت من الجهاز وباركتهم. كانوا جدا فرحانين، تقريبا أقوى من أي مرة، مش عارفة، أو أنا يمكن شعرت أكتر بالتردد بتاعتهم. وبعدين نزلت للأرض. رائع جدا، اي مدهش، اي وفعلا هم يعني جدا عندهم الفرح كبير جدا والاحتفال بنا طبعا، اي فعلا يعني الكون العظيم يا اختي المباركة، ونقول لك يا ايتها القادة الكونية انت ايضا العظيمة، سلمي كل خير الاكوان، وعائلتك الكونية فرحانة بك، انت ما بتعرفين كم هم يحبوك حقيقة، وانت تحكين معايا هم حاضرين معانا ومهتمين بك، لو تعرفين كم يحبوك عائلتك الكونية، كثيرا يحبوك كثيرا، والأكوان فخورة بك ونحن فخورين بك والأرض فخورة بك والأندروميدا فخورين بك وفرحانين بك، واستلمي محبة الأكوان وفرح الأكوان. آمين 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 آمين.